ردوه إليه وجعلوه من الرسل، فما أعطاه الله عز وجل به ذهب به إلى قصور فرعون. قال أنت كنت تقتل لأجل هذا الآلاف المؤلفة في بيوت الناس، هذا جاء في بيت تقتله، كيف تستطيع أن تقتله؟ فلما ذهب به إلى بيته قالت امرأة فرعون قرة عين لي، لا تقتلوه حتى ينفعنا أو نتخذه ولدا. فماذا صار؟ فرددناه إلى أمه بالقصة الطويلة، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فليعلم الناس جمعا، فليعلم المسلمون أن الشيعة كذابين إنما يقولون بأن الله أراد أن يجعل علي خليفة وإماما، وعمر أزال إرادته وأبطل إرادته، فهم كذابين. فليعلم أم موسى، فليعلم المخلوق كله، فليعلم أن بعد الله حق، فليعلم أن بعد الله حق. ولكن أكثر الناس الذين يسكنون في إيران لا يعلمون، فهذا هو قول الله عز وجل، إرادة الله لا تزحزح، إرادة الله قاضية أمرها. لا يمكن أن يجعل الله الخلافة والإمامة في علي ثم بعد ذلك يستطيع عمر أن يزيد عنه. ولو كان علي رضي الله تعالى عنه يعتقد بما يعتقده القوم لكان ينبغي له أن يقول بأني إمام، لكنه ماذا فعل؟ فعل بأنه كان قاضيا في عهد أبي بكر، يقولون أنه كان قاضيا خوفا منه. ولا أنتم تقولون أنه بطل الأبطال وأنه فارس الفوارس وأنه استطاع أن يقلع باب خيبر الذي يقفله 40 رجلا لأنه كان من الوزن والثقل والطول والعرض بمقام، كانوا حينما يريدون أن يقفلوا هذا الباب كان يجتمع 40 رجلا ما يقفلونه. فلما غلب علي رضي الله تعالى عنه يوم خيبر وانكسر ترسه، الدرقة هذه كلمة كويتية، أما الدرس هذا كلمة عربية صحيحة فسيحة. فحينما هذا صار انكسر الدرس فماذا قال لجن هذا حينما انكسر؟ يقولون بأنه أخذ بيده الأيسر الباب الخيبر فاقتلعه الذي كان يقفله 40 رجل، الرجل الذي كان يملك هذه القوة الهائلة بأنه يقلع بيده الواحدة بهذا الباب الكبير، هل كان يخاف من أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ ثم بعد ذلك ومن غرائب الكلام بأن الناس يقولون أنه أخذ في يد واحد هذا الباب وباليد الأخرى كان يرمي بالسيف وكان يقاتل بالسيف. فأنا أقول أن هذا الباب على الأقل ينبغي أن يكون عرضه 10 أمتار وطوله 20 متر، كيف كان يستطيع وهو أمامه هذا الباب كيف كان يستطيع أن يحرك هذا السيف؟ لأن القوم لا عقل لهم. وواحد أنا كنت أخطب في الأردية، واحد قال أن عليا خرج منه الشبكة، خرج منه الشبابيك وأخرج منه السيف، أخذ هذا ثم بعد ذلك كان يحرك السيف. هؤلاء القوم الذين لا عقل لهم، هؤلاء يأتون ويجادلوننا. والله لو أن المسلمين السنة انتبهوا لهم وتسلحوا بأسلحتهم، والله صغيرهم يستطيع أن يهزم كبيرهم، صغيرهم يستطيع أن يهجم، لأنه لا أساس لمذهبهم، لا عقل لمذهبهم، لا منطق لمذهبهم، لا العقل يؤيدهم ولا النقل يساعدهم. فهذا كلام كلها كذب بهراء، وهم من مكيدة التي أراد اليهود أن يكيدوا بها للمسلمين. فالحاصل أنهم يقولون أن الإمامة والخلافة كان لعلي رضي الله تعالى عنه، فسلب منه أبو بكر وسلب منه عمر. قلنا لما سكت؟ لما قبل الكسر؟ قلنا قالوا سكت خوفا بخطية. قلنا طيب كان له أن يسكت، لكنه لما قبل القضاء؟ لما قبل الاستشارة؟ لما؟ لأنه كان ينبغي له أن يقول أنا منصوص من قبل الله، لا أقبل، لا يمكن أن أخضع لإمامتك وخلافتك، لكنه أخذ ذلك. الإرشاد في المفيد وإعلام البراء والتوسي في إعلام البراء والأربلي في كشف الغمة والملا باقر المجلسي في حياة الخلوب، هؤلاء كلهم وعلى رأسهم الكافي، على رأسهم الكليني في الكافي، وعلى رأسهم التوسي في الاستبصار، كلهم وعلى رأسهم اليعقوبي في تاريخه. افهموا أن هذا اليعقوبي، وكثير من أهل السنة لا يعرفون أن اليعقوبي هذا شيعي متعصب خبيث، يكتب في تاريخه يقول يبفئ أقضية علي رضي الله تعالى عنه، أقضية علي عليه السلام، هم يقولون أقضية علي عليه السلام في عهد أبي بكر، أقضية علي في عهد عمر، أقضية علي في عهد عثمان. نحن نقول إن لم يكن يعترف وإن لم يكن يسلم وإن لم يكن يؤمن
فإن لم يكن يعتقد بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان فلما قبل القضاء في أصولهم وعهودهم التي أثبتوها. وأكثر من ذلك في أقدم كتاب لهم وألخص الكلام في أقدم كتاب لهم ألا وهو الغارات، فهذا كتاب حديث عندهم، وهذا الكتاب مصنفه من مواليد القرن الثاني من الهجرة. يقول في هذا الكتاب اسمه الغارات، الغارات بالسقسي، يقول في هذا الكتاب بأن علي رضي الله تعالى عنه حينما صار أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين فولى محمد بن أبي بكر على مصر، فأهل مصر سألوه في أبي بكر وعمر وعثمان، وخاصة سألوه في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والسائلين فلان وفلان، ومنهم عمرو بن الجمو من قتلة عثمان، ومنهم عبد الله بن السباء الذي ينكرون وجوده خجلا وحياء، لأن أكابرهم يصرحون بأن أول من وضع بذرة الشيعة هو عبد الله بن السباء اليهودي، فهذا الثقفي يثبت وجوده في كتابه الغارات، ويقول بأن الذين سألوا كان منهم عمرو بن الجمو وكان منهم عبد الله بن السباء، فسألوا علي رضي الله تعالى عنه كيف كانت خلافة أبي بكر، فلما اعترفت بالخلافة، فلما اعترفت بإمامته، فلما سلمت الأمور له؟ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى رحمة الله وإلى جبار ربه إن سال الناس على أبي بكر إن سيالهم على الأرض. معنى هذا الإنسال معناه الإطراب الإجفال، يعني أطروا إلى أبي بكر وأجفلوا إليه وهروا إليه ولم يلتفت واحد إلى الآخر، فكلهم أطروا. فماذا يقول علي رضي الله تعالى عنه في كتاب القوم الذين تبعوه في إيران، والذي علق عليه الشيعي، والذي تبعه الشيعي، والمكتبة الشيعية، والمصنف شيعي، والكتاب شيعي، يقول في هذا الكتاب علي رضي الله تعالى عنه يقول فظلاه الناس فبايعوه وبايعناه وسمعناه وأطعناه ونصحناه، ثم انقضى أجله فظل علينا عمر رضي الله تعالى عنه فسمعناه وأطعناه ونصحناه، وكان مرضي السيرة ميمون النقيبة. هذا يقوله علي رضي الله تعالى عنه في كتاب شيعي موجود، الكتاب الشيعي يقول بأنه ولاه فسمعناه وأطعناه وبايعناه. لو كان علي رضي الله تعالى عنه يود نفسه إماما منسوبا من قبل الله، لو كان يود نفسه خليفة منصوصا من قبل الله، لما كان له أن يبايع أبي بكر، ولا كان له أن يبايع عمر، ولم يكن له أن يبايع عثمان. وأكثر من ذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه، والناقل شيعي معتزلي ابن أبي الحديث ينقل في كتابه شرح نهج البلاغة، يقول أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يقول علي رضي الله تعالى عنه يا أبا بكر أنا لم أتخلف عن بيعتك أياما لغرض ما، اللهم إلا أنني كنت أحلفت علي ألا أضع أعدائي على منكبي إلا للصلاة، اللهم لأجل هذا أنا تأخر، وإلا فأنا عارف أن تهتاني اثنين في الغار. هذا يقوله علي رضي الله تعالى عنه، وينقل عنه شيعي متعصب وفي كتاب شيعي تبعه الشيعة، يقول شارح نهج البلاغة ابن أبي الحديد الشيعي في كتابه شرح نهج البلاغة، يقول فيه أن علي رضي الله تعالى عنه يقول يا أبا بكر نحن نعرفك بأنك ثاني اثنين إذ هما في الغار اللذين ذكرهما الله عز وجل في كتابه المحكم، ونحن نعرف تقدمك في الإسلام، ونحن نعرفك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلك إماما في الصلاة وهو حي. فهذا هو علي رضي الله تعالى يصرح، ثم بعد ذلك أكثر من ذلك بكثير، لكني ألخص لأن المطر عايز لا يريد أن نكمل كلامه فيقول علي رضي الله تعالى عنه، وهذا ينبغي أن تكتبوه بأحرف من نور، يقول علي رضي الله تعالى عنه رادا على هؤلاء القوم الكذابين، يقول مخاطبا معاوية رضي الله تعالى عنه حينما لم يبايعه معاوية، قال بايعني، معاوية يقول أنا لا أبايعه، قال بايعني لأني خليفة حقا، كما أنت خليفة حقا لأنت منسوب، لا قال لأنه
بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر. انا خلافتي صحيحة. لما صحيحة؟ لان القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر هم الذين بايعوني. يعني صحة خلافتي مبنية على صحة خلافتي ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. فيقول هذا الكلام في نهج البلاغة. نهج البلاغة النهج البلاغة الذي هو اصدق الكتب عند القوم واقدس الكتب عندهم. لان اقدس الكتاب القرآن هو محرف ومهيمن فيه. فهذا هو الكتاب المقدس عندهم. يقول في هذا علي رضي الله تعالى عنه. فالكتاب موجود بل منقول بل مطبوع من قبل الشيعة. يقول في هذا الكتاب بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر ان مشهورا للمهاجرين والانصار ان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا. فليس لغائب ان يرد وليس لشاهد ان يختار. فان ابا ردوه الى ما انكر عنه. فان ابا قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين. والله الله ما تولى. فاستدلال علي رضي الله تعالى عنه على صحة خلافته استدل بصحة خلافة ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك حينما جاءت الخلافة تسعى اليه بعد استشهاد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال دعوني فالتمسوا غيري. لو كان يود نفسه بانه اماما منسوبا من قبل الله وانه اماما معينا من قبل الله وانه خليفة من قبل الله ما كان ينبغي له ان يقول دعوني والتمسوا غيري. انا لا اقوم الا ان تقومون. انتم لا تعرفون مني. كنت اظن بان المطر خلصني لكنكم انتم لا تريدون ان تقوموا. طيب كنا نتكلم بأن علي رضي الله تعالى عنه هي ما جاءت إليه الخلافة تسعى إليه هذا استشهاد عثمان رضي الله تعالى عنه. لو كان يعد نفسه إماما منسوبا من قبل الله وخليفة منسوسا من قبل الله عز وجل لفر وفرق فارزن بأن هذه الخلافات الباطلة راحت على أدراج الرياء. كما أنهم الآن كل حلالات يقولون أن علي ولي الله وزير رسول الله خليفته بلا فصل. يا أبناء الأحلام بكلامكم يصير خليفة الله بلا فصل؟ لا يكون هذا. انتم الان تبكون وتتباكون. يعني خليفة النبي بلا فخر كان الذي جعله الله خليفة وهو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فالحاصل يقولون باننا نقول بان الخلافة منسوسة وان الامامة منسوسة وانه كان اماما منسوبا من قبل الله. فهذا هو الامام يقول وفي كتابكم اين انفسكم. يقول في كتابه نهج البلاغة يقول دعوني فالتمسوا غيري. دعوني ينكر يرد عليهم بأني لا أريد أن أكون إماما خليفة. لو كان يعرف بأن الإمامة عهد من قبل الله عز وجل ما كان ينبغي له أن يرد ولا كان له الخيار أن يرد. لأن الله يقول في محكم كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المؤمن الذي حينما يأتي إليه أمر الله وأمر رسول الله لا يجعل لنفسه خيرا يكون صادر الخيار. ولذلك نحن نرد على المتعثرين الجامدين المقللين الذين يقولون بأن كلام الله حق وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام حق. لكن هذا الإمام يقول هذا وهذا القطيع يقول هذا وهذا المهدف يقول هذا وهذا الشيخ يقول هذا وهذا المرشد يقول هذا. فنحن نقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمن حينما يسمع كلام الله وحينما يسمع كلام رسول الله يعد نفسه بأنه فاقد الخيار. لا خيار له بأنه يقول هذا الفلان وهذا الفلان وهذا الفلان. بل يقول سمعنا وأطعنا ما قاله الله عز وجل وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أريد أن أتشعب في الكلام ولو أن الكلام يجر بعضه إلى بعض. الحاصل أن علي رضي الله تعالى عنه لم يكن يملك الخيار أمام أمر الله. فقال دعوني لأنه كان يعرف بأن الإمامة ليست بمنسوسة. يأتي سواد القلوب سواد الوجوه وسواد الملابس. هذه الإمة السوداء هذا تدل علامة على سواد القلب بأنه خارجا أسود وداخلا أسود لا جعلنا الله منهم. فهؤلاء يقولون بأن الخلافة منسوسة والإمامة منسوسة وعليا كان خليفة منسوبا من قبل الله. فنحن نقول بأنكم تقولون شيئا لم يقله علي
ولم يكن يعتقد به، لانه حينما جاءت اليه الخلافة التسعة قال فالعبارة موجودة في نهج البلاغة، قال دعوني فالتمسوا غيري، دعوني فالتمسوا غيري. كنت اخطب يوما ما في المدينة المنورة بمثل هذا الكلام، فقام احد صاحب الامة وهو من لبنان والان يسكن، والان يسكن ولا اقول اين يسكن، فهو قام فقال هذا قاله الامام غضبا عليهم، كما ان رجلا يكون عنده جوع ولا يعطى له الطعام، ثم بعد ذلك بعد وقت طويل يقدم اليه الطعام ويقول دعوني انا لا اكل، هذا ليس معناه بانه لا يريد ان ياكل، معناه ان يرد عليهم بانكم ما اعطيتموني حينما كنت مستحقا له، مستحقا لها وكنت اهلا لها وكان الخلافه لي، فلذلك قال هذا. قل هذه المشكله باننا نتعلم كتبنا وكتبكم، ثم بعد ذلك نعلم ابنائنا كتبنا وكتبكم، ثم بعد ذلك نحن نفطر حتى نعلمكم كتبكم انفسكم، انتم لا تعرفون كتبكم. تقول هذا قاله غنما لكنه قطع رقبتك حينما قال دعوني فالتمسوا غيري، فاني لكم وزيرا خير لكم مني اميرا، فاني لكم وزيرا خير لكم مني اميرا. انا جربت ومارست الوزارة، كنت وزيرا في عهد ابي بكر، كنت وزيرا في عهد عمر، كنت وزيرا في عهد عثمان، وانا مجرب للوزارة وانا ممارس لها، فاختاروني وزيرا واختاروا الاخر اميرا. ان كانت الامامة والخلافة منصوصة لم يكن لعلي حق ان يقول هذه الكلمات المنقولة من اقدس كتبكم الموجودة في نهج البلاغة. الان دعوني فالتمسوا غيري فاني لكم وزيرا خير لكم مني اميرا. وقبل ذلك لم يكن له ان يقبل ان يكون عضوا في الشورى الذي كفنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بان يختار منهم اماما وخليفة، فيقول ويذكره الطوسي في اماليه، والطوسي هذا يسمى ويلقب بشيخ الطائفة، هذا شيخهم جميعا، هذا يذكر في كتابه الامالي، تذكرون هذا الكتاب الامالي للطوسي، يذكر الطوسي في كتابه ويقول بايعتم ابا بكر وبايعته كما بايعتموه، بايعته كما بايعتموه وبايعتم عمر، يخاطب اصحاب معاوية رضي الله تعالى عنه، ويقول وبايعتم عمر فبايعته كما بايعتموه، ثم بعد ذلك جعلني في الشورى، جعلني في الشورى وجعلني سادسة ستة، وجعلني سادسة ستة، فقبلت ان اكون سادسة ستة، فقبلت ان اكون سادسة ستة. لو كان يرى بانه امام منصور من قبل الله وان الخلافة امر منصور لم يكن له ان يقبل ان يكون واحدا في الستة المرشحين للخلافة، لم يكن له ان يجعل نفسه واحدا سادسة ستة، لكنه يقول، وهذه الرواية موجودة في كتاب التوسي في الأمالي، وموجودة في دائرة المعارف الشيعة لأخي المحسن الأمين، وموجودة في شرح نهج البلاغة لابن أبي الهديد، وموجودة في شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني الشيعي، وموجود في شرح نهج البلاغة الفارسي للدنبلي، وموجود في شرح نهج البلاغة للتقي لعلي التقي الفارسي، موجودة في جميع كتب القوم، ويقول جعلني ثالث ستة فقبل، ثم بعد ذلك تركتموني واخترتم عثمان فبايعتموه وبايعته كما بايعتموه. فهذا هو علي رضي الله تعالى عنه، قبل خلافة ابي بكر وقبل خلافة عمر وقبل خلافة عثمان، وقبل ان يكون عظما في المرشحين من بين الستة، وقبل ان يكون اماما منتخبا من قبل المهاجرين والانصار الذين انتخبوا ابا بكر وعمر، فابنه والامام الثاني عند القوم والامام المعصوم الذي لا يخطا والامام المعصوم الذي لا يخلد والامام المعصوم الذي يودونه بانه معصوم من جميع الاخطاء، هو نفسه تنازل في حق معاوية رضي الله تعالى. لو كان يعد بان الخلافة والامامة منسوسة من قبل الله عز وجل لما كان له ان يختار التنازل، وان يبايع معاوية رضي الله تعالى. فكثير من المغفلين، كثير من الناس المسلمين يتكلمون على سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه تأثيرا وانفعالا مما سمعوه من الشيعة. افهموا ايها القوم
ان معاوية رضي الله تعالى عنه كان اماما حقا بعد تنازل الحسين رضي الله تعالى عنه. هذه هي عقيدة اهل السنة، انه كان اماما حقا بعد تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه في حقه. فبايعه الحسن الامام المعصوم الثاني، فبايعه الحسين الامام المعصوم الثالث، فالكتاب كتابكم. فهذا هو الكشي يذكر في كتابه كتاب الرجال، يقول بانه لما تنازل الحسن في حق معاوية بعد معاوية على المنبر فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه فصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مدح الحسن بانه اجمع الامة الاسلامية وحقق احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ان ابني هذا سيد ليصلح الله ولا يديه فئتين اذيمتين من المسلمين، ليصلح الله بين فئتين اذيمتين من المسلمين، ليصلح الله ولا يديه بين فئتين اذيمتين من المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام يسميهم كلهم مسلمين، ما انتم تقولون بانهم كلهم ارتدوا عياذا بالله. فانا اقول بانه صعد المنبر واثنى عليه على الحسن رضي الله تعالى عنه، ثم نزل، ثم صعد الحسن فخاطب الناس فقال ايها الناس انا بايعت معاوية فصار امامي، لو كان يعود بان الامامة والخلافة منسوسة من قبل الله لما كان له حق ان يجعل الامامة والخلافة في معاوية رضي الله تعالى. ثم بعد ذلك قام اخوه الحسين فصعد المنبر فقال ان معاوية امام اخي وامامي، فانا ابايعه كما بايعه اخي. فهؤلاء اهل البيت الذين انتم تسمونه اهل البيت، هؤلاء لا يعتقدون اعتقادكم. ثم بعد ذلك الان تعرفون الكلم وتخلقون الاساتير وتنتجون الاباطيل وتلتجئون الى الكذب وتقولون بان اصحاب رسول الله كان بينهم فرقة، وهم غصبوا عليا ونهبوه وتلبوه، وهم كانوا يبغضون عليا وعليا كان يبغضهم. فنقول ان كان عليا يبغضهم فلما اعطى واحدا منهم ابنته ام كلثوم حينما طلب منه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه زوجه من ابنته ام كلثوم؟ يقولون هذا كذب. نقول نعم ان كان كذبا فالكذابون من قومكم. هذا هو الكليني يذكر في كتابه الكافي ستة روايات، ستة احاديث من الائمة بان ابنة علي رضي الله تعالى عنه ام كلثوم كانت متزوجة من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لما زوجها؟ ثم بعد ذلك الاكثر من ذلك، ولا اريد ان اطول الكلام، ولو ان هذه المسألة بنفسها تحتاج الى بحث مستقل، وان شاء الله سوف يكون هناك المجالات الاخرى للبحوث المستقلة ان شاء الله. فنقول ثم بعد ذلك ان كان هذا كل شيء تقية، ثم بعد انتقالهم الى رحمة الله وبعد موتهم ووفاتهم لما كان يبدأ؟ فهذا هو نهج البلاغة. كتابكم يقول فيه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لله بلال عمر، لله بلال عمر. وانتم تعرفون ايها الان ماذا هذا الكلام لله بلال عمر؟ اي لله ضره، والله يحفظه وما احفظه وما عظمه وما عظم شانه. فيقول لله بلال عمر، لله بلال عمر، فقد قضم العبد وقضم العبد وخلق الفتنة واقام السنة وعمي بالكتاب والسنة ظهر نسي الصوت قليل العين. فهذا هو الكلام الموجود في نهج البلاغة. لو كان يبغضه لما كان له ان يقول هذا الكلام. وهذا هو الشافعي، هذا هو المرتدى، امامكم الذين سميتموه علم الهدى، ليس الهادي، علم الهدى، يذكر في كتابه الحديث في كتاب الشافعي، وهو كتاب مشهور معروف من كتب الحديث الشيعي. يقول في هذا الكتاب، يقول ان عمر رضي الله تعالى عنه لما مات جاء علي رضي الله تعالى عنه وهو يبكي، فقالوا له لماذا تبكي يا علي؟ فقال ابكي بان عمر رضي الله تعالى عنه عمل بعمل لا يمكن لمن خلقه ان يعمل عملا مثله، فلما يندعه بعد موته؟ فاكثر من ذلك، وانا بفضل الله افضل من كشف النقاب عن هذه الحقيقة، بفضل الله انا مبتكر. فاقول ومن فضل الله استعيذ واستمد برحمة الله، ان كان عليا يبغض اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
فعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان، فلما بعد موتهم كان يسمي أبناءهم بأسمائهم؟ فهذا هو اليعقوبي الشيعي يذكر في تاريخه، فهذا هو المفيد الذين لقبتموه بالشيخ المفيد يقول في كتابه الإرشاد، فهذا هو الأربلي الشيعي يذكر في كتابه كشف الغمة، فهذا هو لعانكم وسبابكم وشتامكم المجلسي يذكر في كتابه الفارسي حياة القلوب، فهذا هو صاحب الأصول المهمة في معرفة الأئمة يذكر في هذا الكتاب، فهذا هو الطوسي الطبرسي شيخ طائفتكم يذكر في كتابه إعلام المراء بأن علي رضي الله تعالى عنه لما ولد له الولد بعد الحسنين، فأفضل ولد ولد له سماه باسم رسول الله محمد، وهو المعروف باسم محمد بن الحنفية، والحنفية منسوبة إلى قبيلتها، أمها كانت من قبيلة بني حنيفة، فثم بعد ذلك ولد له ولد فسماه باسم أبي بكر، فسماه باسم أبي بكر، فيشهد على ذلك الأربري في كشف الغمة وصاحب الأصول في الأصول المهمة، ويشهد على ذلك اليعقوبي في تاريخ اليعقوبي، ويشهد على ذلك الأربري، ويشهد على ذلك ملا باقر مجلسي في حياة القلوب، ويشهد على ذلك الأصفهاني في مقاتل الطالبيين يقولون بأنه حينما ولد له ولد سماه بأبي بكر، فولد له الولد الثالث فسماه بعمر، فولد له الولد الرابع فسماه بعثمان، فولد له الولد الخامس فسماه عباس، فأخر عمه حيث أخره الله عز وجل، فسمى أبناه بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان، وبعد انتقالهم إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه، فإن كان يبغضهم فلماذا كان يسمي أبناءه بأسمائه؟ والغريب كل الغريب بأنه لا يوجد في بني هاشم قبل أبي بكر من سمي باسم أبي بكر وعمر وعثمان، لا ينبغي، ينبغي لكم أن تفهموا، لا يقول لكم أحد بأنه سمى هذه الأسماء لأصدقائه من بني هاشم، لا يوجد في بني هاشم شخص قبل أولاد علي الذي سمي بأبي بكر وعمر وعثمان، فمعنى هذا أنه لم يسمي أبناءه بهذه الأسماء إلا تيمنا وتبركا وحبا في أبي بكر وعمر وعثمان. ثم الطالبيين لأبي المسجد الصهري الشيعي واليعقوبي في تاريخه الشيعي والمسعودي في تاريخه مروج الذهب الشيعي والأرملي في كتابه كشف الغمة الشيعي والملا باقر المجدسي في كتابه الشيعي حياة القلوب والطبرسي في كتابه الشيعي إعلام المراء، هؤلاء يذكرون بأن أسماء أبناء علي كان أبو بكر وعمر وعثمان، وكان أسماء أبناء الحسن أبو بكر وعمر وعثمان، وكان أسماء أبناء الحسن كان أبو بكر وعمر، فلو كان هؤلاء القوم يبغضون هؤلاء لما كان لهم أن يسموا أبناءهم بأسمائهم، ولذلك أنا أقول وأقول لكم أنتم تقولوا وأنا ثامن، قولوا لكل من يقيم المأتم وكل من يذكر قصة الكربلاء وكل من يبكي ويتباكى، هم يتباكون ولا يبكون، وجاءوا أباهم مشان يبكون، هؤلاء هم قتلة الحسين وهم يبكون عليه، ولا أقوله أنا لأني أهدكم بأني لا أقول كلمة إلا من كتبهم عن قتلهم، فهذا هو اليعقوبي يذكر بأن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب حينما دخل بعد استشهار والده الحسين الكوفة وجد نساء كوفة ورجالها يبكون على حسين، فقال أنتم قتلتموه وأنتم تبكون، لا يجتمع الشيطان، أنتم قتلت الحسين، فهؤلاء الشيع الذين دعوا حسين إلى الكوفة وهؤلاء الذين شهروا السيوف عليه، هؤلاء الآن كإخوة يوسف يتباكون عليه، والملا الذي يقيم المأتم والبائد الذي يذكر قصة كربلاء، اسمعوا وافهموه جيدا واسألوا جميع من يلبس الإمة، اسألوه، وأنا أتحدى بفضل الله ومنه وتوفيقه، لم يولد بلد في الدنيا الذي يستطيع أن يرد عليه، لم تلد أم شخصا من الخميني إلى الخوي ومن أكبرهم إلى أصغرهم الذي يستطيع أن يرد على هذا القول. أنتم تذكرون قصة كربلاء، أنتم تذكرون بقعة كربلاء، وتذكرون أبناء الآخرين الذين قتلوا مع الحسين، تقولون
ابن اوسجة قتل امام الحسين، وهذا ابن هود قتل امام الحسين، وهذا ابن مسلم قتل مع الحسين، وهذا ابن عقيل قتل مع الحسين. اتذكرون ابناء الاخرين؟ لما لا تذكرون ابناء ابي الحسين رضي الله تعالى؟ لما لا تذكرون؟ لما لا تذكرون ابناء علي رضي الله؟ لا يوجد كتاب شيعي، لا يوجد على الاطلاق في المتقدمين، لا يوجد كتاب شيعي باهظ الذي يذكر قصة كربلاء ولا يذكر بأن من قتل دون الحسين كان أبو بكر بن علي، كان عمر بن علي، كان عثمان بن علي، كان أبو بكر بن الحسن، كان عمر بن الحسن، كان عثمان بن الحسن، كان أبو بكر بن الحسين، كان عمر بن الحسين. لماذا لا تذكرون هؤلاء؟ لا تذكرون لأنكم تعرفون، لو سمع هؤلاء البلهاء السبهاء البقرات الذين يحركون رؤوسهم ويتباكون، لو سمعوا اسماء ابي بكر وعمر وعثمان في اولاد علي لظنوا بانه لم يكن هناك خلافا بين علي وبين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا من الفضيحه، خوفا من الاطلاع، خوفا من الاكتشاف. لا تذكرون اسماء ابناء علي واسماء ابناء الحسين واسماء ابناء الحسن الذين قتلوا في كذا. فهمتم تقريبا؟ لا، لا يمكن لشخص ان ياتي ويبارز ويقول لم يكن هذه الاسماء موجوده. قائمه كربلاء الذين استشهدوا وقتلوا في كربلاء على راسهم ابو بكر بن علي، على راسهم ابو بكر بن الحسن، على راسهم ابو بكر بن الحسين، على راسهم عمر بن علي، على راسهم عمر بن الحسن، على راسهم عمر بن الحسين، على راسهم عثمان بن علي، على راسهم عثمان بن الحسن، على راسهم هؤلاء الاسماء. فواحد من الفلحاء سمع كلامي هذا فقال أن عليا وأبناءه سموا أبناءهم بهذه الأسماء. لما سموهم؟ قال سموهم لأنهم يريدون أن يعرفوا الناس بأن هذه الأسماء في ذاتها ليست بخبيث. قلنا أيها المقبحون، إن كان علي وحسن وحسين وهم أئمتكم المعصومون يريدون أن يعرفوكم بأن الأسماء في ذاتها ليست بخبيثة، فلما لا تسمون أبناءكم بهذه الأسماء؟ ومعنى هذا بأنكم تخالفون أهل بيت النبي وأهل بيت علي في كل كبيرة وصغيرة، هم في طرف وأنتم في طرف آخر. ولذلك أن زين العابدين حينما ولد له ولد سمى أول ولده باسم محمد صلى الله عليه وسلم وهو المعروف بمحمد الباخر، وحينما ولد له الولد الثاني سماه باسم زوج عمته عمر. ويقول الأصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين وهو شيعي خبيث، يقول بأن أكثر من خرج من أولاد الحسين بعد الحسين كانوا من أولاد عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. معنى هذا بأنهم كانوا يحبون عمر، فلذلك كانوا يحبون أبا بكر، وكانوا يحبون عثمان، فلذلك كانوا يسمون أبنائهم بأسمائهم. فهذا هو إمامكم السابع موسى الكاظم، كان يكني نفسه بأبي بكر رضي الله تعالى، كان يكني نفسه بأبي بكر. فالكتاب كتابكم، فالفم الذي نحن نلطمه فمكم، فالوجه البشع الذي يذكر هذا الكلام هو وجهكم، فاللسان الشتام الذي يكتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللسان الذي يذكر بأن موسى الكاظم كان يفتخر باسم ابي بكر رضي الله تعالى عنه وكان يكنى بها. الاصفهاني يذكر في كتابه مقاتل الطالبيين حينما سئل الخليفه العباسي بان ابا بكر قال هذا، فقيل له قال قائل من اهل بيت علي ابو بكركم او ابو بكرنا؟ فقال من ابو بكركم؟ قال موسى بن جعفر بن محمد الباقر بن علي بن الحسن الحسين بن علي بن ابي طالب. فهذا هو موسى كاظم، فهذا هو الامام المعصوم يكني نفسه بابي بكر. ولذلك حينما ولدت له بنت سماها بعائشه رضي الله تعالى عنها. والكتاب الارشاد للمفيد، والكتاب تاريخ اليعقوبي، والكتاب مروج الذهب للمسعودي، والكتاب الفصول المهمه في معرفه الائمه، والكتاب اعلام المراد التبرسي، والكتاب حياه القلوب للمجلس، كتبكم انفسكم تشهد عليكم تكذبكم بأنه كان بينهم خلاف. لم يكن بينهم خلاف، أنتم أنشأتم الخلاف.
فأنتم شققتم أسر المسلمين، وأنتم فرقتم كلمة المسلمين، وأنتم فرقتموه من قصد، لأنكم لم تنشروا ولم تولدوا ولم يؤسس مذهبكم إلا للتفرقة بين المسلمين، وإلا للحلم، إلا لحلم قائد الإسلام. فكان مؤسسكم عبد الله بن سبا اليهودي الخبيث الماكر الذي أراد أن يضر بالإسلام باسم الإسلام، فهذا هو نوبختيكم الذي تقولون عنه بأن داره كان مرتعا للشيعة، أن داره كان مرتعا للشيعة. نعم، لا، النوبختي الذي يقول تقولون عنه بأن داره كان مرتعا للشيعة، فهو أخدمكم الذي كتب في الفقه، الذي كتب في الفقه يذكر في كتابه فرق الشيعة، يقول أن أول من قال بالوصاية والإمامة والخلافة هو عبد الله بن سبا اليهودي. ولذلك قيل ان اصل الرفض ماخوذ من اليهودية، فهذا هو كبيركم يشهد عليكم. ومثل ذلك يقوله الكشي، ومثل ذلك قاله الطبري، خلوه الطبري لا يذكره، لكنه انتم تقولون بهذا الكلام بان مؤسسكم اليهود، وما بضع بذرتكم اليهود الا للرد على المسلمين، والا لصد سيل النور، والا للهجوم على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا لواء الاسلام من ارض الجزيره الى اقصى العالم، من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب. فهذه هي الاصول التي تفرق بين المسلمين وبين الشيعه، فهذه هي عقائدهم، هذه هي افكارهم، وهذه هي ارائهم. بيناه بتوفيق من الله في هذا الوقت المختصر، وانا اريد ان اطيل بالكلام ولا اريد ان اعرف، لكنه كما قيل الحارب من الحرب الى الحرب لا يقال له الحارب. فانا وعدت بعض الاخوة الاخرين ايضا باننا سنلقي ان شاء الله محاضرة في مثل هذه المبادئ الى محل اخر، فانا وعدتهم في التاسعة القريبة. فلذلك اختصر القول، بعد الله سبحانه تبارك وتعالى ان يبارك في هذه الوجوه المباركة الطيبة الميمونة، وان يجمع الله تحت ان يجمعنا الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، وان يجعلنا من الغيورين، من المخلصين، من المتمسكين بالكتاب والسنة، ومن المحبين لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احبهم فبحبي احبهم، ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واقول قولي هذا، واسال الله ان يجعلنا واياكم انصار كتابه وانصار سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.